مرحبا بكم في اليوم السادس من رحلتنا. الآن نقترب من نهاية تماريننا التي تستغرق 7 أيام و7 دقائق، والتي تهدف إلى مساعدتك على البقاء متجذرا ورفع طاقتك والشعور بمزيد من التمكين. اليوم سنعمل على موازنة الهالة أو الحقل الطاقي. ستعمل هذه الممارسة على تنظيف وحماية مجال الطاقة لديك لتشعر بالتركيز والأمان والسلام. اجلس في وضعية الجلوس المريحة، اثني مرفقيك إلى الجانبين عند مستوى الكتف، وضع الكفين أمام عينيك، وابقي عينيك مفتوحتين، افرد الأصابع على نطاق واسع مثل المروحة، ثم حرك ذراعيك العلويتين من الكوع لإخراج اليدين قليلاً إلى الجانب والخلف، وكرر مرة أخرى. ستكون الذراعان العلويتان متوازيتين مع الأرض تماماً. استمر في هذه الحركة بسرعة وقوة. للانتهاء، عد إلى وضعية الجلوس المريحة وارخي يديك واشعر بالجسد. الآن سننتقل لوضعية القوس في وضعية الوقوف. الساق اليمنى مثنية للأمام بحيث تكون الركبة فوق أصابع القدم. الساق اليسرى مستقيمة للخلف والقدم مسطحة على الأرض بزاوية 45 درجة للقدم الأمامية. ارفع الذراع اليمنى مستقيمة للأمام وموازية للأرض، وضع الكف في قبضة مع توجيه الإبهام للأعلى كما لو كنت تمسك بقوس. اسحب الذراع اليسرى للخلف كما لو كنت تسحب وتر القوس للخلف إلى الكتف. من هذا الوضع ابدأ بثني الركبة اليمنى حتى ينخفض الجسم. حاول إبقاء عينيك مثبتتين فوق الإبهام. سنستمر في هذه الحركة بقوة وإيقاع مع تنفس النار. الآن سنبدل إلى الجهة اليسرى. سنعود الآن إلى الأرض في وضعية كوبرا. سنستلقي على البطن، وستضع راحتي اليدين بشكل مسطح على الأرض أسفل الكتفين. سنقوس العمود الفقري من الرقبة إلى القاعدة حتى تصبح الذراعان مستقيمتان. سنحاول إبقاء المرفقين مفتوحين بشكل مستقيم وثابت. الآن من هذا الوضع سنرفع الورك للأعلى في وضع المثلث أو يسمى Downward Facing Dog. وادعم نفسك براحتي اليدين وباطن القدمين على الأرض مع تشكيل جسمك لخطوط مستقيمة من الكعبين إلى الورك
ومن الورك إلى الرسغين، ثم من هذه الوضعية سنعود إلى الكوبرا. الآن سنبدأ بالتبديل بين الحركتين بسرعة ثابتة. للانتهاء عد إلى وضعية الجلوس المريحة. وأنت في وضعية الجلوس المريحة، ضع يديك في تشين مودرا، الإبهام والسبابة مع بعض، وأرح اليدين على الركبتين. سنبدأ بتنفس النار لبضع دقائق. يعمل هذا التأمل على نقل الطاقة من الشاكرة الثالثة إلى الهالة، ويعود إلى الشاكرة الثالثة، مما ينشط كل شاكرات الجسم. ثم تقوم بالشهيق، احبس النفس مع تطبيق قفل الجذر مولاباندا. زفير. شهيق. زفير. احبس النفس فارغ مع تطبيق قفل الجذر مولاباندا. الآن عد للتنفس بشكل طبيعي. بتمنى أنكم تكونوا استمتعتوا واستفدتوا من تمارين اليوم. غدا هو اليوم الأخير من رحلتنا. رح نعمل كريا من أجل نكون أصليين وحقيقيين، ونرتبط بالجوهر الحقيقي، ونحتضن أصالتنا ومصداقيتنا في التعبير عن حقيقتنا الشخصية. ترقبوا الفيديو بكرة، رح يكون فيه تمارين كتير حلوة. بشوفكم بكرة. ناماستي.